الو، ايوه ايوه، مساء الخير استاذ عمرو. مساء النور، اهلا بيك. حضرتك انا عايزه يعني ادي رأيي في الموضوع ده. اتفضلي. انا جوزي ممكن مثلا يقول لي على حسب لبس الست، بيبقى على حسب هي رايحه فين. يعني ممكن مبقاش فيه مثلا نظام معين في اللبس، فاهم قصدي؟ يعني لو انا نازله اجيب حاجات البيت بلبس لبس معين، انا لازم اقدر انا رايحه فين البس ايه، فاهم ده قصدي؟ ممكن، او ده ممكن، اه لا يعني ده ممكن، اه لكن انك تلبسي اللبس المناسب للمكان المناسب، ولكن احنا بالظبط بنتكلم، كده. لا بنتكلم يعني عن انا شيء. جوزي ممكن مره يقول لي على حاجه، ومره يقول لي لا، ده انت رايحه مكان مش لا 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 لا، ده، دي لا واحده، حاجه تانية، دي دي واحده يا حاجه تانية. فندم. يعني ايه ينفع تمام. هدوم يبقى فيها وهدوم يبقى فيها لا؟ يعني هو نفس الهدوم مره يوافق لك عليها ونفس الهدوم حسب المناسبه، يرفضها؟ قصدها حسب ايوه المناسبه والمكان. ايوه حسب انا رايحه فين. يعني انا لو نازله مثلا مكان شعبي شويه، اجيب حاجه مثلا من مكان وسط البلد، غير لما ببقى رايحه مثلا مول في التجمع. بيبقى المجتمع برضه بيساعدك تلبس حاجه معينه احيانا، فاهم يعني قصدي؟ انت هو ممكن ما ممكن، يقوليش لا من باب التحكم. لا انا فهمت ايوه اللي ايوه قصدها خالص. لا لا لا، يعني حضرتك ممكن تلبسي بنطلون واسع لو رايحه منطقه شعبيه، وماسك بالظبط. شويه لو رايحه مول. لا مش ماسك شويه، ممكن البس مثلا حاجه تريننج واسع مثلا شويه، عشان انا نازله منطقه ما ينفعش البس فيها كذا، فاهم قصدي؟ ما فاهم. ينفعش البس فيها بنطلون ضيق. بس ينفع طب تلبسي فيها بنطلون ضيق في مناطق تانية؟ ممكن ممكن المجتمع بيساعد. يعني انا لما ببقى انا عايشه مثلا بين القاهره وشرم الشيخ، اكيد لبسي في القاهره لا لبس لبس في شرم شرم الشيخ. لا شرم اخف كتير شرم طبعا. البسي زي ما انت عايزه، لكن في القاهره بالظبط. فجوزك راجل جغرافي، يعني حسب الجغرافيا يعني. طبعا. وانا برضو كده، يعني انا لو نازله اجيب حاجه البيت من السوبر ماركت جنبي هنا مثلا، بيبقى مختلف. لو رايحه زياره ممكن البس حاجه معينه طب ما تانية. ده طبيعي، لو نازله اسهر ده طبيعي. ايوه فندم، معلش بس، يعني هو الراجل ما عندوش اعتراض من حيث المبدأ، هو من حيث المكان. ايوه بالظبط كده. يعني ما فيش مشكله، انا ممكن البس مثلا فستان لحد الركبه، بس ابقى رايحه مكان يناسب مكان ده. بتاع الركبة، بالظبط كده. مكان مناسب للركبة. ايه مكان مناسب؟ شكرا لك. لا ما هو هي تقصد كده، يعني لو مكان فيه ركب يبقى الركب. طب لو حصل تغيير اتجاه في المسيره، وبدل ما تروح حي الشعب هو حولت، هو يعني نظامهم مساله. كده طيب عوايده. انت بس احنا مالنا، هي قالت احنا حاجه صح، بنفهم. هي قالت هي عايشه ما بين شرم الشيخ ومصر لا لا، هي والقاهره، فده بتقصد ايه؟ في اماكن ما ينفعش حد يلبس فيها قصير، وفي اماكن ينفع حد يلبس فيها قصير، فالراجل حسب المكان. والله انا بشوف ناس جايين من اماكن شعبيه لابسين البنطلون ضيق قوي والبادي ضيق قوي، يعني الاماكن مش محدده